لما بنشتري جهاز جديد بنكون حريصين جدا ان احنا نقرا كتالوج كويس قوي علشان خاطر نعرف نتعامل مع الجهاز ده، ما ندوسش على زرار غلط، ما نشغلش حاجه بشكل غلط فالجهاز فجاه الاقيه باظ. فاحنا ولادنا غاليين جدا ومهمين جدا اكتر من اي جهاز ممكن نكون بنشتريه، فاحنا مهم قوي نكون بنوعي نفسنا احنا عن مرحله المراهقه وعن سمات مرحله المراهقه، اللي منها ان اللي بيقود الولاد والبنات في سن المراهقه هو الفضول، فهم عايزين يجربوا اي حاجه حواليهم حتى لو غلط، عايز اشوف لما اجرب الغلط ده ايه اللي هيحصل. وبرده خلينا صراحه ونقول ان كل الولاد بتغلط، احنا كمان بنغلط، فما فيش مشكله خالص ان احنا ولادنا يقعوا في الغلط، نشكر ربنا بجد ان هم جم وقالوا لنا ماما انا غلطت في كذا، فمعنى كده ان احنا ملجا امان ليهم، معنى كده ان احنا في مساحه بينا، في لغه حوار بينا تاهل ان هم يجوا يحكوا لنا حتى على الغلط، مش خايفين مش قلقانين.